ايوه نورشيد ميك اب كاسكو صاحبين واصول لابنا. اوكي اوكي مع بدن ساعة. برادة سروالك انقلقي ما باركني اوز محاوة سوكيه. لكن عمر هدب وعيدين شيقة هدا سروالك وحكا شيقتان ما يدين دافعين باعونك عيدين كلفا هدب ولا ليه واحدة مداي وراني قبدا يسوقت محان سمي احد ما كديدة هدية دوياني ولا هدي في ملكان اكتقنا ساوا بلغو قصلا بي والبا باحتا كسو حيرنو ساسا كوفي يعني امسك ساحة حيرنو هن عيبين دخصي يا اخي وحلي سمي اذن كاكبت بدرين هنا بس وحام فاشي يوم اهد بطو ما سنتاي طبعا طبعا ما هد علي انا حفله ده اسعنا لك هذا ماشي اللي قالوا سرولنا سوقات هاف جي سوقات معاه سرول معني اي بوق بنا يقدا هديك لو اذن قراعه ها ايه شادي تمريو دروغا كسوفير نوي واركو يا إن عمرك ما تسكي يا رتيد أديك وأود جدا والبشال قبل ده أنا عزيز كوم مقيم إنه صحيح وإذا دفنوا حسانك نصيب وما بالهيب ما راح رأي يقول تنبس قبل قبل إيش ما حساس ولا هذا هين عمر أرق قبل ده هندس يكون سفير نو يان علاش عمرو عمرو يوري كود وحر سي قلي هي وها عنا نو سو قاده واي مانا ها ها باي سو خط سو بديان كو دحي افر قف عنودو سو قاد واكو سلامي وان كا قاده دوغ قسدي سو ان لا دعه غانتي حتى وان كا قادي واي قطر واي لكن هدي اتو كده تابريتو اني بوكل كو كينايا مجرو ما يدي مجرو موبتا ان فيري صاحبك يقدر يقول حاجه قرض افهم شيء كوين كير يعني انا ضحمري مرك وا صاحبك ما نرى بقرض انه يفهمه سيدا معناها حاجه اصل هذا الكيان يكون كان يو دبسدي وانا كحنا قيسغا سي عدون يو شيغي وحق خريم لهن مكو فاهمين محوكو ده هاي واك على سيدة ديك بداس مارك عانيق مرابو انو إساق ايقو حمادو تهدك لوحان ديدا ان عانيق حوغا قادل اي فاهمو ده حدي من ناسوق الوقو قلدنا هاي انا كل سيو شاكي استوان جعلها واك فاهمي دروك أديك عليها جمتي تفهم تحسن مسلحة وياه ما بيهبة لكن سمعت أن سيدك على سيدك ولا أنا أي ما أدي وخلنا سيدك حجرا في روح قويتنا مرة بعد عذر دارها يقول هذا شمار لسانه يا إلا أي هدا وإلا ولا لا سوا ماهن ما دام دني حاجة أن قال لهن ووال ربط هذيك مايا تحسن إنك مكلي جعلي وياه ما حيجرب تاه دك دك أنت رضا بدن محوية كلي يقف كان لحد لا يقف كان لحد لنا ذي جو أنك مجاري كرتيد قعليها يعني متي قف كان لحد لا يعني وح كاجل ملا فاري يعني مسافر كشيء كرتيد جو الألف دم تسك إيه مجراني سفي أنا وجه تذاك العدة دون تطلع لكرتها أنا كقصب كوملي سوا حجر تما دروك كلي أنا جي إيه كان يقف كلا وفاري يعني مسوي جل كرتيد وكبر يا بس أنت ما ظهر حكى
kuhadlaysaa kaan hee wiilka wejigay xitaa ma soo fiirinoo markaan la hadlayo ugu waxa sheegtay ukaad ukaad hal dakh ukaad maadaama arrinta sidaas tahay waaba ka murugaysantahay miyaan hadda khayr lama jiro mar waasiya yah xanaaqa xadaaf ku maxay kaan sidaan oo dhamma weesheena kaale yah maxaa ka wadaan adiga aniga wiilka saaxiib ahaan leh oo arkaa dabcan saaxiib ahaan saaxiib kelmada anigu xitaa ma aqaan laakiin xaalad meeshan ka jirta arag adigu waxaan aqsanayay timid weliba kaan dartiisa igu qaylinaysaa maxaa khaldan hadda dhowleyn kala tagnaanay adiga wax yar haddaa murugoon lahayd xitaa wax yar allah ka dhigee wax yar aasiya si dhable maada ii jeclaanin maxaad samaysa adiga ninka buugaag loo akhriyaa maadaama uu buugaag akhriyana macnaha khatar waaye agtaada wuu ku weyn yahay qalbigaa wuu galaa ninkan waxaa dhahday isla markaan arkaan ka helay asagana wuu kaa helay soo maaha waa wari aasiya sidaan si ka fudud in laguu shukaansi karaa u malaynaaye labalabaa tahay adiga ha aniga labalabo waa aasiya labalabo inaan noqdan adiga igu kalifay kaan ya oo xir ma wada hadalnaana aniga waxaan ahay qof wax walba gudaheeda ku jirta banaanka inay keento jecel anigana waxaan jeclaa qofka aan ka helo inaan isla markiiba u sheego ha aniga malaayacna waad u arkaysaa wax saaciidna waad u arkaysaa laakiin aniga waxaan rabaa inaan kuu sheego waan kaa helay firi dhib maa jirana maya maya waxba ma jiraan mahubtaana aan ku caawiyo ii sheeg waxa jiro haa waa hubaayaaqi waxba ma jiraan waa mahadsan tahay iska baashaal adiga okay bye adiga isoo raac aniga soo soco okay nabad waxyaabaha ani adig kuwada hadalna asi sababta ugu dagtaa ugu sheegta waa maxay maxaad ku hadlaysa aniga ku sharxaya adiga waxbaan ku wada sheekaysanay aniga kadib aasiya u tagtay wixiyaa u sheegtay sababtaad miyay caddayn kartaa marka aniga cida wax ugeya haba yaraatee ma lahan xoogaa isbahandara ayaa jirto saan filaayo isbahandarada dhexi karta waa maxay aasiya u tagtay waxaadna ku dhahday duruug wuxuu dhahay gabadhaas iskaga fogow ma dhahday mise ma dhihin haa waan dhahay laakiin warkaas aniga haba yaraatee si qaldan oo ma dhihin duruug runsi aniga ma aqaan qaadaa kugu sheego laakiin waxay isheegiis maxaaba marka sababta aniga aan aniga runtii waxaa dareemay aasiya inaan soo jiidanayo markaa ay dhahday gacalisideeda waayene waxaan go'aan ku gaaray gebi ahaan iyada inaan jiro saas ayaana ku jiray gabadhaas ya waxaas ma dhici karaan waraa aasiya waxay ugu tiri aniga saaxiib ahaana u arkaa wiilkaas waa laga yaabaa runtii waayo adiga aqoon u leh aniga gabadhaas xoogaa aqoon zaa'id oo malihi waxaan dareemay xoogaa inay iga heshay kadib go'aan aan gaaray gebi ahaan iyada inaan jaro waana jaray dabcan kuma qaldani teeda kale adiga soo madhin xoogaa khilaaf ayaa jiro marka waxaas leeyahay arrintaana xiise iyo kalgacayl ay ka qaaday marka adiga isdeji saaxib dhibaato ma jirtiyaa niyadda qaar u sheeg sidaan duqanta waxay ku arkeen aniga maba oo waaba la yaabanaa midaas anigoo geesinimadeeda aruursaday xitaa oo wax u sheegi raba asagay ma dhegaysanin ka waran xeer aasiya oo ka hela ayuu gaaray saaxiib ani waa baxyaa duruug xarfadda dhaqsiyuu ka tagooyaa khayr leh ma jiro meeshaan hubaal aasiya ayuu raadinayaa